بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوله خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أصحاب الفضيلة العلماء، أئمة هذه الجامعة العريقة، معاشر الطلاب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شرف لي وأنا طالب علم صغير أن أقدم إلى هذه الجامعة العريقة، إلى هذه المنارة العلمية التي أضاءت الدنيا بنور العلم. هذه الجامعة كشجرة طوبى التي يقول عنها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها. مثلها في الدنيا هذه الجامعة، هذه الجامعة هي تلك البذرة التي رمى بها في الأرض مولانا الشيخ محمد قاسم النانوتوي رحمة الله عليه حين خط هذه المدرسة، ثم أنبت الله من تلك البذرة دوحة وارفة الظلال مدت أغصانها في كل قارات الدنيا. لا تكاد تجد بلداً على وجه الأرض إلا وفيها عالم من أبناء هذه الجامعة، أو فيها عالم تخرج على يد ابن من أبناء هذه الجامعة. في كل أقطار الدنيا، في الحرمين الشريفين، في مكة المكرمة، في المدينة المنورة، في أقاصي الدنيا، حتى في بلاد الكفر، في بريطانيا وفي أمريكا وفي كندا وفي أستراليا، لا تكاد تنزل أرضاً إلا وتجد فيها من لهذه الجامعة فضل عليه. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حين ذكر الصدقة فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. القائمون على هذه المدرسة نحن نحسدهم حسد غبطة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو يسعى على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعمل بها ويعلمها. أئمة هذه الجامعة جاهدوا في سبيل الله فأنشأوا هذه الجامعة وأفضوا إلى رحمة الله عز وجل، لكن أجورهم مستمرة بإذن الله عز وجل ما انقطعت بموتهم. أبنائي الكرام، نحن جئنا إلى هذه الدنيا لهدف واحد، ما هو؟ الهدف هو عبادة الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمتى ما عبد العبد الله عز وجل كان حيا، لأنه استغل الوظيفة التي من أجلها خلق، الوظيفة التي من أجلها جئت إلى الدنيا يا عبد الله، عبادة الله عز وجل. إذا عطلت هذه الوظيفة كنت ميتاً ولو كنت تأكل وتشرب. ولذلك الله عز وجل ماذا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم حين كان يناظر المشركين بمكة
قال وما أنت بمسمع ما في القبور؟ قال إنك لا تسمع الموتى. هل كانوا موتى وقتئذ يا إخوان؟ ما كانوا موتى، لكنهم حين عطلوا الوظيفة التي من أجلها خلقوا كانوا أمواتا. فالذي يعطل الوظيفة يكون ميتا ولو كان يأكل ويشرب. ومن كانت هذه الوظيفة مستمرة في حقه هو حي وإن كان تحت التراب. ولذلك متى تموت؟ إذا توقفت هذه الوظيفة، إذا طويت صحائف أعمالك. ولذلك يقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، لأن الوظيفة توقفت. قال: إلا من ثلاث. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. تعرفون لماذا نحن نغبط القائمين على هذه المدرسة؟ من أجل هذه الأمور الثلاثة. ماتوا رحمة الله عليهم، انتقلوا إلى الرفيق الأعلى، لكن الأجور باقية بإذن الله عز وجل. إذن حقيقة ما ماتوا، لأن الوظيفة التي من أجلها خلقوا ما انقطعت بموتهم. صدقة جارية، هذه الجامعة العريقة ما أعظمها من صدقة جارية، لها قرن ونصف، وأسأل الله أن يبقيها ما بقي الليل والنهار. أسأل الله أن يبقي هذه الجامعة ما بقي على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. إذن كل من يدرس، أنتم كلكم في موازين حسناته أشياخ هذه الجامعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجور أجرها. ويقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. انظروا أنتم كم عددكم الآن؟ قالوا 5000. في هذا المسجد المبارك يصلي 5000 طالب، تكتب في موازين حسنات علماء هذه الجامعة. فضل من يجده؟ غيرنا من الناس، غيركم. الإنسان يصلي يكتب له عمله، يكتب له صلاته، لكن انظروا إلى علماء ديوبند، قد انتقلوا إلى العالم الآخر، لكن الصلوات تكتب في حسناتهم، لا تكتب صلاة واحدة في كل فرد، بل تكتب بعددكم وبعدد من كان قبلكم ومن كان قبل الذين كانوا قبلكم وبعدد من يأتي بعدكم وبعد الذي بعدكم إلى يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن يغبطونهم، إذن هم ما ماتوا بإذن الله عز وجل. توفي مولانا الشيخ قاسم، وتوفي من جاء بعده، سيدنا شيخ الإسلام السيد حسين أحمد رحمة الله عليه، لكنهم في الحقيقة باقون بإذن الله عز وجل أحياء، لأن الوظيفة ما انقطعت. أي وظيفة؟ عبادة الله عز وجل. كيف؟ من خلالكم أنتم، من خلال هذه الجامعة العريقة، تكتب في موازين حسناتهم وفي موازين حسنات أشياخهم وأشياخ أشياخهم وأشياخ أشياخ أشياخهم إلى الصحابة الكرام، بل كل عمل الأمة في موازين نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أساس كل خير نحن فيه، هو الذي أكرمنا الله عز وجل به صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أقدم عذري لعلمائنا الأجلاء وأذكرهم بفضل الله عليهم. الأذان؟ أذكرهم بفضل الله عليهم. أي فضل؟ أخرج الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في الماء حتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. وأنتم يا معاشر العلماء، يا أساتذتنا ويا أشياخنا، وما أنا إلا طالب من طلابكم، والله الذي لا إله غيره، حين علمت أني قادم إلى الهند كان أعظم أسباب فرحي وسروري أني أثني ركبتي وأجلس بين يدي علماء هذه البلاد وأتتلمذ عليهم وأنال شرف التتلمذ عليهم.
هذا شرف لي، ما أنا إلا طالب من طلابهم، وكما تفضل الشيخ أنا قاسمي النسبة، إذا كانت النسبة علمية فأنا قاسمي من ناحية التثلمذ والعلم، وسأذكر لكم كيف كان ذلك. لكن أنا أقول يا أشياخنا وعلماءنا، في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى الحيتان في الماء، حتى النملة في جحرها، ليصلون على معلم الناس الخير. أنتم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. أنتم ورثة الأنبياء، أنتم الذين تعقلون عن الله عز وجل مراده. يقول الله عز وجل: وما يعقلها إلا العالم. أنتم الذين ميزكم الله على غيركم، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أنتم الذين رفع الله قدركم ومنزلتكم ومكانتكم، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أنتم الذين أوجب الله طاعتكم على العباد، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعلماء التفسير يقولون: أولاة الأمر هم العلماء. أنتم أوجب الله طاعتكم على العباد، وأمرنا أن نسألكم إن كنا لا نعلم، فنأخذ بأقوالكم ونقلدكم ونطيعكم فيما تأمرون وفيما تنهون. احمدوا الله على هذا التوفيق العظيم. الله العظيم يصلي عليكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الملائكة الكرام تصلي عليكم، أهل السماوات يصلون عليكم، أهل الأرض يصلون عليكم، وما ذلك إلا بفضل الله عليكم. هو الذي اختاركم لهذا العمل، وهو الذي تفضل عليكم، وهو المنعم. فالحمد لله الذي أكرمكم بهذا الفضل، وأكرمنا أن جعلنا طلابا لكم. وأنتم يا معاشر الطلاب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وان طالب العلم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض، حتى الحيتان في الماء، حتى النمله في جحرها. اذا انت يا طالب العلم، حين خرجت من بلدك، من قريتك، من ولايتك، من منطقتك، وجئت إلى هذه القلعة المنيفة، منذ أن وطئت قدماك خارج بيتك وأنت متوجه إلى هذا المكان، أنت في سبيل الله عز وجل. أنت جئت هنا تدرس، وقت دراستك، وقت نومك، وقت أكلك، وقت شربك، وقت راحتك، وقت جدك، كل ذلك يكتب في موازين حسناتك بإذن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك حبست نفسك على طلب العلم، لأنك حبست نفسك على طلب العلم. واعلم يا عبد الله أن الإنسان لا ينبل بحسبه ونسبه، ولا يشرف بحسبه ونسبه، إنما يشرف بعلمه، إنما يشرف بما يحفظ ويعلم. ولذلك جدوا واجتهدوا إخواني الكرام في طلب العلم، واستفرغوا وسعكم، واحمدوا الله أن هيئ لكم جامعة مثل هذه الجامعة العريقة، وهيئ لكم علماء مثل علمائنا الأجلاء الأفاضل، تتتلمذون عليهم وتنهلون من معينهم العذب الزلال. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلني وإياكم من خدام هذا الدين، وأن يجعلني وإياكم على سنة سيد المرسلين. أسأل الله كما أكرمني وشرفني بأن جمعني بكم في هذا المكان المبارك، أن يكرمنا جميعا بأن نجتمع في دار كرامته مع نبينا صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم. لعل بعضكم يسأل فيما ذكره الشيخ: كيف يكون هذا البخاري الذي قدم من المدينة قاسميا؟ أنا هذا الكلام قلته حتى في مظاهر العلوم، قلت: أنا مظاهري قاسمي، وأقوله لكم أيضا. أليست النسبة هذه نسبة علمية؟ نسبة علمية، يعني حتى ولو كنت على في أقصى الدنيا، إذا كانت نسبتك العلمية إلى هذه الجامعة أنت من أبنائها. فأنا أكرمني الله سبحانه وتعالى، فتتلمذت على جماعة من خريجي هذه الجامعة.
أبرزهم عالمان جليلان، الأول مولانا السيد رشيد الدين الحميدي رحمة الله عليه، الذي توفي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونال شرف الدفن في البقيع بجوار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قرأت عليه صحيح البخاري في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو قاسمي من أبناء هذه المدرسة، إذ أنه كتلمذ قرأ الصحيحة الجلد الأول منه على مولانا شيخ الإسلام السيد حسين أحمد المدني، ثم صاهره بعد ذلك فكان صهرا له رحمة الله عليهم جميعا. أما العالم الثاني وشيخنا الشيخ رحمة الله بن إبراهيم الخليل الأركاني البرماوي المدني، أيضا توفي في المدينة قبل عامين، وهو ابن 94 سنة، تخرج من هذه الجامعة المباركة سنة 72,300، وكان من تلامذة شيخ الإسلام السيد حسين أحمد المدني، حيث قرأ عليه البخاري كاملا. هذا الرجل أكرمني الله سبحانه وتعالى فقرأت عليه البخاري كاملا، وقرأت عليه الموطأين كذلك كاملا، والشمائل الترمذي كذلك، وقرأت عليه القدوري مثل القدوري الذي تعرفونه، وكذا قرأت عليه مصنف مسند أبي يعلى الموصلي كاملا، والمعجم الطبراني الصغير، وقرأت عليه أيضا نزهة النظر، وقبل ذلك قرأت عليه النخبة، وقرأت عليه كتبا كثيرة، وهو قاسمي، فأنا على هذه أن أستقي قاسمي. وأما مظاهري، لأني قرأت على جماعة من تخرجوا من مظاهر العلوم، منهم مولانا يونس الجنفوري حين يقدم إلى المدينة أحضر بعض المجالس التي تعقد له، لكني هزمت شيخنا الشيخ عبد الشكور البرماوي، وهو من تلاميذ الشيخ الحديث زكريا الكندهلوي، وقرأت عليه الستة إلا مسلما، قرأت عليه البخاري كاملا، وكذا السنن الأربعة، وموطأ يحيى وموطأ محمد الحسن مرتين كاملتين كل منهما، وكذا الشمائل، وكذا قرأت عليه كتاب الآثار لمحمد بن الحسن، والخراج لأبي يوسف، وقرأنا عليه أيضا في جماعة من الطلبة شرح معاني الآثار كاملا، وكذا قرأنا عليه شرح مشكل الآثار أيضا للطحاوي كاملا، إضافة إلى بعض المتون كالعقيدة الطحاوية وغيرها. فيعني من هذا الوجه أنا قاسمي ومظاهري، وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. فأنا ألزم نفسي بالصالحين، عسى الله عز وجل أن يحشرني معهم، وإذا جاء ذاك الذي يمشي على عرق وجلس مع الصالحين ثم نزلت الرحمة من الله عز وجل، حتى لو قالت الملائكة: فيهم فلان الذي هو ليس منهم لكنه جلس بينهم، فقد يقال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فأشمل بالرحمة. أسأل الله عز وجل أن يشملني وإياكم برحمته. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.